ولا ننسى بأن هدفه في مرمى منتخب لبنان الذي جعل العالم كل العالم يتحدث عن إبداعات هذا اللاعب، ولدينا كرة إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. مرت الفرصة الماضية محمد فوزي والآخر متواجد الصديق للاعب، ولدينا هنا البانولات التي تحمل اللون الأسود لون الحزن لون الحزن، ولدينا هنا القمر الذي بإذن الله يكون منيرا وتكون سنوات قادمة فيها سعادة وفيها فرح. ولدينا كرة ومحاولة وكرة إلى الأمام، جول 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 للفرقة الخليجية لنجوم الخليج، بكرة حلوة بلعبة حلوة بتمريرة حلوة، ويا شوف 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 الانطلاقة، ولاحظ تمريرة الشلو، ولاحظ اللمسة بعد ذلك، من لمسة إلى لمسة إلى لمسة، وصلت في أحلى مكان لأحلى لمسة. السمراني وضعها في الشباك وأعلن عن التعادل 4-4 4-4. ردوا 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 نجوم الخليج، ردوا نجوم الخليج، ردوا في برامج كثيرة اسمها نجوم الخليج على 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 طاري يعني الغناء وعلى طاري الطرب، لكن اليوم نجوم الخليج بحق وحقيق، نجوم الخليج بحق وحقيق. نعم مشاهد ابو ظبي الرياضيه في كل مكان، انت اليوم تشاهد كوكبه النجوم الخليجيين مجتمعين في الكويت جنبا الى جنب مع الجميع هنا متكاتفين، كل منهم يلعب ويشارك باسمه وبتاريخه وبمكانته وبحب كبير جدا لجمهوره. السلهوب الان يغادر الى خارج ارضيه الملعب، السلهوب الان يغادر الى خارج ارضيه الملعب، ولدينا تبديلات تغييرات سفيان خاطر، اعتقد انه هو الان اللي نزل الى ارضيه الملعب، واحد داخل الثاني خارج، يمكن يسمح للثاني، ولدينا كره خطيره خطيره، الله 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 الله، هذا من انصاف الفرص يسجل، تجي له فرصة كاملة والله يسجل ويسجل ويسجل، وبالتالي جلبوها جلبوها نجوم الخليج، آخر طرب نجوم الخليج آخر حلاة، وسجلوا خامس الأهداف الآن، سجلوا خامس الأهداف الآن، ووصلوا إلى نتيجة قوامها 5 أهداف مقابل 4. بدايتكم حلوة يا نجوم السالمية، لكن لياقتكم قلت بعض الشيء. نجوم الخليج بدأوا يعني يمسكون المباراة، يستعدون زمام الأمور، يسجلون الأهداف، تفوقوا عليكم مرة ثانية، كانوا الخليجيين هم متقدمين، السالمية جلبوا النتيجة، الخليجيين غيروا النتيجة، السالمية يا 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 حلوة أيضا اللعبة الماضية لكنها ما اكتملت ما اكتملت ما اكتملت ما مرت، مباراة فيها فرص فيها إثارة فيها أهداف. الشمراني نجم الشوط الثاني، ابتسامات حاضرة من كل مكان من جانب الفريقين، لما يسجل نجوم السالمية نجوم الخليج يبتسمون، نجوم السالمية يبتسمون، لما يسجلون نجوم الخليج حتى نجوم السالمية هم اللي يبتسمون، وبالتالي مباراة للابتسامة تجمع الأشقاء وتجمع الأحباب وتجمع الأصدقاء وتجمع الخليجيين. نعم خليجنا واحد، خليجنا واحد، هذا هو والد ذياب أعوان الحاضر إلى مباراة اليوم، الرجل الذي قال كلمات فيها صمود وفيها روعة عندما أتينا جميعا لنعزيه، قال ولدكم اللي مات، ولدكم اللي مات، في رسالة واضحة بأن ذياب أعوان الحقيقة كان ابنا لدولة الإمارات العربية المتحدة وكان خسارة للرياضة الإماراتية، وهذا الأمر الذي نعرفه تماما، خسرنا لاعبا للمستقبل وخسرنا نجما للمستقبل. ولدينا تمرير الآن، الفرصة لا زالت موجودة، لكن يجب أن تذكر أفعاله ويجب أن تذكر الحقيقة محاسنه. فلدينا صديق للاعب سلطان الغافري كان يتحدث عن قصص تدل على إيمان ذياب أعوان وعلى الحقيقة تمسكه الرائع، ولله الحمد
بصلاته وب يعني عبادته. وهذا الامر اللي يجعلنا احنا فرحانين وعلى انه باذن الله سيكون من اهل الجنه وهكذا نريد. يقول سلطان الغافي في احدى المناسبات وفي رمضان تحديدا في صلاه القيام لما دعا الامام قال اللهم بلغنا رمضان، الثياب عوانه كان يبكي وكان سلطان بجانبه. بعد ذلك يسال سلطان ليش تبكي يا ثياب لما قال اللهم بلغنا رمضان القادم؟ ما كان في احد يعرف الاجابه، لكن عندما اتى خبر وفاه ثياب عرفنا لانه بكى بصوره كبيره. يعني بالتالي الامور بهذه الصوره ترحل وبهذه الصوره تسير وبهذه الاراده الالهيه، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، قضاء وقدر. ولدينا فرصة ومحاولة وكرة فيها مرة أخرى، فرصة لمصلحة نجوم السالمية الآن، التفكير بالرد والعودة، وفرصة للأمام. حارس المرمى في الانتظار، حارس المرمى في الانتظار، هو اللي أمسك الكرة الماضية. أيضا مسعد الحارثي كان يتحدث معي ويقول لي في اليوم اللي توفى فيه كان يجري مكالمة ويقول راح أبني مسجد. نعم والله، نعم الرجل في قبره ونحن مسؤولين عن هذا الكلام. لاحظ الحقيقة مدى إيمانه ومدى تمسكه، وهذا أمر ممتاز للغاية، يجب أن نذكر حسناته. كرة ومحاولة الآن موجودة ولدينا فرصة، لا زالت حاضرة في الجهة اليمنى لمصلحة نجوم السالمية، وانطلاقة في الجهة اليمنى، انطلاقة حلوة وكرة ومحاولة للمرور، تعود مرة أخرى إلى الخلف. مباراة فيها الكثير من الأهداف وفيها الكثير من النجوم، لكن في النهاية فيها حب صادق للراحل ثياب عوان. تعود إلى الخلف، لاحظ الاستلام ولاحظ الآن التقدم. نجوم السالمية عادي يقول لك على ملعبنا وسط جماهيرنا، يريدون التعديل، يريدون العودة للمباراة. الكرة إلى خارج أرضية الملعب، مرة رحلت، لكننا سعداء جدا بمحمد الدعية، بيوسف ثنيان، بنواف الدمياط، بناصر خميس، بفهد خميس، بالعويران، بمخيس سعد، بعبد الله سلطان، بعدنان الطلياني، ببارك مصطفى، بخالد إسماعيل، ب يعني الأسماء الكثيرة التي شاركت. ولدينا صورة الراحلة ثياب عوانة، هو الحدث الرئيسي في مباراة اليوم، هو الحدث الرئيسي في مباراة اليوم. حتى بعد وفاته ثياب جمع الأحباب، حتى بعد وفاته ثياب جمع الأحباب. نعم هذا هو ثياب فقيد الشباب. ولدينا الكرة الآن للأمام، وصلت إلى حارس المرمى. لاحظ الآن يعني اللياقة بدأت تثقل عن النجوم القدامى، ما عاد عندهم كثير من اللياقة، قلت لياقتهم. في الشوط الأول كانت لمساتهم حلوة، في الشوط الثاني الآن سفيت يمررها لمسات حلوة. سفيت لا زال لاعبا للمنتخب الإماراتي ولا زال لاعبا للفريق الجزراوي الذي أحضر معه الثنائية في الموسم الماضي. ولاحظ يا سلام يا سلام يا سلام، لمحات فنيه وتمريرات حلوه، تمريرات جميله. ولاحظ اللمسه والكره، والشمراني يحاول فيها، ممكن ممكن ممكن، لكن ايضا حارس المرمى استقبلها، حارس المرمى حصلها، حارس المرمى روضها في الكره الماضيه. لما يكون ماجد عبد الله اليوم بينيه العرب وجلاد الحراس والسهم الملتهب الذي حقق مع السعوديه كاس الامم الاسيويه في 84 وكان هو الهداف في تلك البطولة ب 11 هدف، وكأس الأمم الآسيوية 88 في قطر، وقاد بلاده للتأهل إلى الأولمبيات العالمية في 84، موجود وحاضر في أمريكا وكان له 13 هدف في تلك المسابقة. نعم يتواجد اليوم باسمه وبتاريخه، ويعني بعض حتى اللي تكلموا عن ماجد عبد الله قالوا عنه أن في كل دقيقة سجل هدف. يا أنت خارج، انت فارق، انت لسه لاعب، انت لسه بمستواك، لسه لسه لسه. ولاحظ كيف مر، ولاحظ كيف تقدم، ولاحظ كيف سجل. وياه يا لعيب، ياه يا لعيب يا شمرا. شوف 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 شوف، يا سلام عليك، من العمق توغل، من العمق عدى من اثنين ثلاثة وتجاوز الكل وأرسل الكرة في شباك نجوم السالمية. المحصلة ارتفعت، هنا صور من الذكرى في أرض